ما هو مثل الغني الغبي؟ أصغوا لما يقوله الرب يسوع كما جاء في إنجيل لوقا الإصحاح 12 من العدد 13 إلى العدد 21. وقال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم، وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. آمين.